جوزيه جوميز طلب ايه؟ طلب تقرير فني عن فريق الداخلية. طلب البرتغالي جوزيه جوميز تقريرا فنيا عن فريق الداخلية في المباراة القادمة الجولة ال14 مسابقة الدوري. كابتن احمد مجدي مدرب الزمالك يعني قام كده باعداد التقرير الفني عن فريق الداخليه، والذي يتضمن نقاط القوه والضعف للفريق المنافس من اجل دراسته جيدا قبل مواجهته الخميس المقبل. كان في تصريح لزيزو لجمهور نادي الزمالك على ستوري دي على انستجرام. زيزو قال: وجه احمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك رساله شكر لجماهير القلعه البيضاء عبر صفحته الرسميه على موقع انستغرام، ونشر ستوري قال فيها: الحمد لله دائما وابدا، فكره ان الواحد يبقى سليم بس حاجه في حد ذاتها نعمه عظيمه، الحمد لله على فضل الله وكرمه، شكرا جمهور الزمالك العظيم، مش حاجه غريبه عليه من دعم وسؤال على لعبته. الحمد لله اشوفكم الماتش الجاي. وكان يعني زيزو كده غادر مباراه ابو سليم الليبي بين شوطين المباراه بسبب الاصابه، وقال اشوفكم الماتش الجاي، دي معناها ان انا جاهز للمباراه القادمه، يشارك او ما يشاركش دي بتاعت الجهاز الفني والجهاز الطبي، قرروا يريحوه ما يريحوش، يلعب ما يلعبش، دي حاجه ترجع لهم. ولكن زيزو بنفسه قال اشوفكم المباراه القادمه، معناها انه قبل مباراه الخميس زيزو هيكون جاهز وفي السكور شيت لنادي الزمالك. الزمالك يعيد فتوح تدريجيا. قرر الجهاز الفني بقياده جوزيه جوميز عوده احمد فتوح للمشاركه في مباريات الفريق بشكل تدريجي بعد شفائه من الاصابه. تعرض احمد فتوح للاصابه بمزق في العضله الخلفيه واللي تعرض ليها خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني، ولكن جوزيه جوميز ينوي الاعتماد على فتوح في المباريات بشكل تدريجي، وذلك لاكتساب لياقته البدنيه بشكل كامل. يعني لويز في سنتي لحراس الزمالك: أثق في قدراتكم جميعا. وجه مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك رسالة للحراس عقب مواجهة أبو سليم الليبي الأخيرة قائلا: أثق في قدراتكم جميعا. وعقد معهم جلسة سريعة مع حراسه الثلاثة محمد عواد، محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد أثناء تواجدهم بالجزائر. قال خلالها: لدي ثقة كبيرة في قدراتكم جميعا، بالإضافة إلى معاذ علاء الحارس الرابع والذي تواجد في مصر. شدد على ان المشاركه في المباريات يعود لجاهزيه الحارس قبلها، ولا تميز بيميز بين حارس واخر، لا سيما وان الجميع يمتلك الامكانيات الفنيه التي تمنحه القدره على حمايه عرين نادي الزمالك. معنا خبر كمان لبطوله الكونفدراليه. طاقم تحكيم اثيوبي لاداره مباراه الزمالك وسوار الغيني في الكونفدراليه. أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤول نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبيا لإدارة مباراة الفريق الأولى لكرة القدم أمام سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل في 9 مساء باستاد القاهرة. يتكون طاقم التحكيم من تيودوروس ميتيكو حكم الساحة، ويعاون كل من فاسكيا يوليشيت ومصطفى ميكي مساعدين حكام مساعدين، وهاليوسوس بيليتي حكم رابع. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية. متسبي يهنئ جمال علام عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال افريقيا. تلقى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتهنئته عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم. وقال موتسيبي رئيس الكاف في خطابه إلى جمال علام: أخي العزيز جمال، أود أن أعبر عن خالص تهنئتي لك عقب انتخابك رئيسا للاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم. هذا الانتخاب الذي يوضح مدى ثقة اتحادات شمال أفريقيا في قيادتك المميزة. وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه: أرجو أن تمرر تهنئتي إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قاموا بانتخابك. أنا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم سنعمل معا على دعمك ودعم
اتحاد شمال افريقيا من اجل تطوير وتنميه كره القدم في شمال افريقيا وفي القاره باكملها. يعني بنبارك ايضا للاستاذ جمال علام عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال افريقيا.